السلام عليكم، هذا تبغى يكون آخر فيديو لأنه خلاص الفلوس اللي فوق راح تضل، بدي أخلي يعني 150,000 ذهب و15 مليون أخضر، هذول بس للسكيل، باقي الفلوس اللي حطيناها على الحساب خلاص ما راح أصرف فلوس تاني، إنه بكفي ترقيات. المهم بعد ما نخلص الترقيات هاي راح نستعرض الحساب. على كل حال خلينا نسرع الحساب ضرب، او خليها على سرعته الحالية، فيكم تقفزون الى ما بعد الدقيقة الخامسة مشان نستعرض الترقيات. Complete.